enlargement. هاي السلام عليكم. في هذا الدرس ان شاء الله سوف نتعلم طريقة الرسم باستعمال تقنية الشبكية او ما يسمى بتقنية المربعات. كبداية سأقوم بتقسيم الورق الى مربعات متساوية، ثم اخذ ورقة الرسم واقسمها هي التالي بنفس الشكل، عند الانتهاء من التقسيم أقوم برسم كل مربع على حدة حتى أنهي تخطيط الرسم. أترككم مع هذا الفيديو. بالنسبة لهذه الأداة هي عبارة عن قلم مصنوع من الورق الملفوف، يستعمل للدعك، لدعك قلم الرصاص فقط للتوضيح، ويتوفر بأحجام مختلفة يسمى ستامب. See
So beautiful.